شريت نعاني، ما بقيت حالتي لا المرض ديالي، وانا نسكن فين نسكن، ولا باش نعيش، ولا ندير شي حاجه، وانا معذبه ومدمره، ولادي مشتين. السلام عليكم، انا سميتي عتيقه، ساكنه في بلعقيد مدينه مراكش. انا بغيت نعاود لكم اخويا القصه ديالي، خوتي المسلمين وخواتاتي المسلمات. بغيت نعاود لكم القصه ديالي اللي وقع ليا بسبب السحر اللي خلتني وصلت لهاد الحاله اللي انا فيها، اللي انا مشيت انا وربعه ديال الدراري بسبب السحر. انا كنت مجوجه بالرجل في 97، ولكن واحد السيده اللي دخلت اللي شدت لي الرجل، دخلت شدت لي الرجل يعني، وبركت عليا بالسحور حتى فرقتني انا وياه. يعني 20 عام ديال الزواج، من بعد مني تزوجنا في 97 طلقت انا في 2017، يعني 20 عام ديال الزواج. كل هي ديك ال20 سنة وانا كندوزها معاناة، وكندوزها مشاكل، وكندوزها عصا، وكندوزها يعني عانيت فيها بزاف بسبب السحر. وفي 2004 وكلتني التوكال، عطاتني التوكال وكلاتو ليا من تما، وانا كنجري وكنعاني وكنجري عند الطبة. ما خليت سكانير، درت سكانير، درت مشيت عند طبيب نفساني، تناكل دواء العصب، يعني شي حاجه شي نتيجه ما كايناش. درت الحجامه، درت الكويت بالنار، درت البليك على رجليا، درت يعني حتى شي نتيجه ما كايناش. انا دابا ما تنقدرش نوض، ما تنقدرش نمشي بزاف، ما نقدرش نطول القعده. الا مشيت بزاف ولا قعدت بزاف صافي تنبدا تنتقرع، تيطلعوا لي الاصوات، يعني انني انا مريضه وما تنقدرش ندير الشغل، وما تنقدرش ندير شي حاجه، وما في حاليش، وما ميسر ليا حتى شي حاجه. يعني ولادي مشتين، والولاد كلشي مريض وكلشي معصب، واللي عندي انا ما تيمشي عند باه، واللي عند باه ما تيجيش عندي بسبب هاد المشاكل وهاد السحر. يعني حنا تشتتنا ودمرنا بسبب سحر، بسبب وحده فرقتنا كنا، وشتتني انا ولادي وخلتنا مشتين. وانا دابا كنعاني بسبب المرض وبسبب السحر، وما عنديش وما في حاليش. وهاد الكراج عطيه ليا هاد السيده الله يجازيها بخير، كله دوزت فيها هاد 6 شهور دوزتها من قبل كورونا وانا جالسه في هاد الكراج. دابا بغيت نخرج، وتنتمنى من خوتي المسلمين يتعاونوا معايا. انا باغا نتعالج، لانني انا كنعاني من السحر وكنعاني من مشاكل السحر. يعني كنبات انا في حاله وكنصبح في حاله، يعني تتعدوا عليا جنسيا، وتن الماكله بالليل، يعني كنبات في واحد العالم بعالم به غير الله عز وجل هو اللي عالم به سبحانه وتعالى. الولاد ديالي شي ما متقبلش، كلشي نايض المشاكل، نايض الفتنه، يعني ما نقول لكمش اش اللي داز عليا، ما عالم به غير الله عز وجل، كلشي متوقف. دابا انا كنهضر معكم كنترعد فعلا، لا اله الا محمد رسول الله. انا تنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا لوجه الله، تعاونوا معايا لوجه الله. انا باغي نتعالج، حتى انا ما بغيتش ولادي يعيشوا هذا المصير اللي عشت فيه انا، انني انا تعذبت ولادي تعذبوا 20 سنه، 20 سنه ولادي تعذبوا بزاف، كلشي خرج ليا من المدارس، حتى واحد ما كمل قرايتو، كلشي متوقف، حتى واحد ما ميسر عليه شي حاجه، كلشي مريض، كلشي معصب، ما بقيش حتى حاجه منه، ما بقيتش عرفت اش بغيت ندير. يعني كنت كنمشي عند الرقات وكنطرقه، ولكن بزاف الرقات كانوا كيضربوني بزاف، ومني كنجي كناكل انا العصا عند الراقي كنجي هنا كينتقم مني الجن، لانني انا واحد النهار ما كنتش هنايا، ما كنتش هنا وخارجه بيت عند اختي، والولد ديالي ناعس هنا، ومني فاق لقى المراه واقفه معاه في هذا الكراج، واقفه وسط الكراج هنايا فعلا حقيقيه. وبقى قال لك امي مني فاق تبلوكيت، وبقى تيذكر الله وتيقرا القران حتى غبرات. يعني انا معذبه بزاف بسبب هذا الجن، ومعذبه في حياتي وبالتوكال، وتنبات في واحد العالم بعالم بغير الله عز وجل، وكنطلب من خوتي الرقات يتعاونوا معايا، انني انا ما عنديش باش نتعالج، وما عنديش فين نمشي بجوج ام كاع بجوج، ما عنديش باش نخرج من هذا الكراج، وما عنديش باش نكري، وما عنديش، يعني انا مريضه نفسانيا وكلشي بسبب هذا السحر، كلشي متوقف والحركه متوقفه. وانا دابا وليت ما باقيش نقدر نمشي عند الرقات حيت ما عنديش باش نمشي، تنتبع غير المقاطع ديال نعيم ربيع الله يجازيه بخير، والله يخرج امورو على خير، والله يوقف معاه، والله يحفظ ليه وليداتو، هو اللي كندير المقاطع ديالو، ومني كندير المقاطع كينتقمو مني بالطريقه ديالهم اللي بغاو هما. يعني كنصبح ليا العصا في الحمي، كنبات انا ما نعساس ونصبح ناعسه، كثرت العيا، كثرت التعب، كثرت قوه التقراع، كيسمعوني الناس،
كاين فين يعني الاصوات كتخرج بكثره، حتى انا كندير المقاطع ديال نعيم ربيع طلعوا فيا يعني طلعوا لي بزاف الاصوات، وانا ما عنديش حالتي مستعصيه ما عنديش، والله اللي عان بيا سبحانه وتعالى، وانا كنطلب من خوتي المسلمين يتعاونوا معايا، انا باغا نجمع وليداتي وباغا نتعالج في سبيل الله لوجه الله.